قبل شوي كان في بنت هون، وين راحت؟ أنا آخر مرة شفتها مع الست رنا. من وين راحت؟ من هاي الجهة. شكرا. إليف، خفت كتير إني ما لاقيكي. ليش عم تدور علي؟ أنت عملت كل شي بيطلع بإيدك، وأنا بتشكرك من كل قلبي. شو رح تعملي؟ وين ناوية تروحي؟ ما بعرف، بدي لاقي شي مكان. أنا بعرف كم طالب من طلاب الجمعية، هنن عم يعطوا دروس وأنت فيكي تروحي لعندهم. المشكلة ما فيك تروحي وانتي محجبة. أنا أكتر من مرة قلت لك شيلي، يعني الضابط قدرت ما فوتك على البيت بسبب هاي القصة. منيح إنه ما قبل يفوتني. أنا بفضل موت من الجوع والعطش ألف مرة على إنه آكل من بيت هذا البني آدم، لأنه الفوت على بيته كفر. وفوقها شو بدي أحكي؟ وفوقها عم يبعث يلا خلصي أكلك بقى، لسه في عنا شغل كتير. رح ندور لك على مكان. طعمه بجنن. صحتين وهنا. فرجيك شو فيني اعمل؟ والله لخليك تندم. يا واطي عم تضحك علي؟ حقير! ماشي، شو ماني غبية؟ طولي بالك، خلص اهدي. ماني غبية، خلص اهدي. طولي بالك شوي سهام، خلص. شو صار لك؟ تبادل لي قدام الكل. حبيبتي، فيكم تحكوا وتتفاهموا مع بعض، لا تعملي هيك، هالشي بيصير دائما. لا ما بصير، انا ما بسمح له يعمل هيك. رنا انت طلعي، انا بهديها. شربتي ادويتك؟ ها؟ لك يلعن ابو الدواء كله، انا بس بدي عزيز يشيل عندي هلا. اشربي الدواء مشان تهدي شوي. اشربي مي. حبيبتي تعي تسطحي وارتاحي، يلا تعالي، يلا يلا تسطحي وارتاحي شوي. يلا أنا ما فيني أعيش بدون هذا الكلب. خلص أنا بوعدك إنه رح جبلك إياه. ما بقدر أعيش بدونه. بعرف هالشي، حتى هو بحبك كتير،
ورح تشوفي كيف هو رح يجي ويعتذر منك. يلا يلا سكري عيونك. إنجي شوفي شو بها سهام وشو اللي اعطتيها اياه؟ ولا شي، حبة مهدئ وبس. واضح انه في شي اكبر من هيك. قبل هالمرة صار معها هيك شي. ما تكبري القصة انتي التانية، هي اعصابة تعبانة وبس مو اكتر. يلا امشي خلينا نتركها مشان ترتاح شوي. تفضل. سيدي سيادة الرائد. خليه يفوت. تفضل سيدي. سيدي أنا جبت وراء الطلب. هات. سيادة الرائد. أمرك سيدي. يعني البدلة تبعك رح تقلك كويني بقى، كأنك عامل ورشة تصليح على ركبك يا سيادة الرائد. فيك تطلع هلا. أمرك سيادة الماريشال. تفضل. سيدي العقيد نزار اجا. طيب خليه يفوت. تفضل سيدي. احترامي سيدي. سيادة العقيد. تفضل ارتاح. سيدي بالبداية أنا بعتذر من حضرتك نيابة عن ابني، وإن شاء الله بأقرب وقت هذا الموضوع رح ينحل، فياريت تضلك مطمن. للأسف كل ماله القلق عم يزيد عندي يا سيادة العقيد. بدي أسألك إذا عندك معلومات بتتعلق بالرائد شاهين. مثل شو؟ يعني أنت ما لفت انتباهك أي شيء أبداً؟ أبداً. في شي مهم لازم أعرفه؟ أعطي الرائد شاهين شي مهمة بعدين فتش مكتبه، وانتبه إنه ما يحس على شي أبداً. أنا تحت أمرك سيدي، بس عشو بدنا نفتش؟ Thank you.
شو نقوم؟ بدك تعطيني بس شي 5 دقائق لحتى صلي. ايه تكرمي، لا تستعجلي، رح اشرب كاسة شاي. شو يعني ما لقيت شي يا سيئة العقيد؟ شو يعني؟ انت دورت بكل مكان؟ تأكدت من كل شي؟ دورت بكل قرن يا سيدي، بس على الأغلب انه لم اغراضه قبل ما يطلع من المكتب. انت معك حق سيدي، انا انتبهت اليوم على شكل بدلته وقت كان طالع من المكتب. بس انا فهمت القصة فورا، رايح لون البنطلون من كتر السجود يا سيئة العقيد. انت ليش ما عم تنتبه منيح؟ يعني بالأول ابنك وبعدين حضرتك؟ انتبه، انت هيك عم تزعزع ثقتي فيك كتير. أنا أول ما تتزعزع ثقتي بأي إنسان حاسة الرحمة عندي بتختفي. خلي هالشي ببالك. وهلأ بديك تعرف شو قصة الرائد شاهين بأسرع وقت ممكن. تحت أمرك سيدي، حضرتكم لا تاكلوا هم، بأقرب وقت رح أعطيك كل المعلومات اللي بتتعلق بالرائد شاهين. نعم بابا. عزيز، بتترك كل شيء وبتجي لهون فورا، وبتعتذر من سيادة الماريشال ومن سهام كمان. برأيي أنت اللي لازم تجي وتعتذر من هاي البنت بابا. شو صاير لك أنت؟ يعني مانك مقدر الموقف منيح؟ أنت عند هديك البنت وأنا هون عم حاول إني أحميك، صارت كل شغلتي وعملتي فهمهم إنك مو غبي حتى تلحق هالبنت. ليك عزيز، حط عقلك براسك ماشي. أنت عسكري يا ابني، وإذا مانك ملاحظ فأنت بتكون صهر المارشال. حط لي حد للمهزلة بقى. بابا، يكون بعلمك ما رح أرجع لأمن سكن لهي البنت. شو هي مبقيت عيلتك يعني؟ أنا شفقان عليها، هي ما عندها سكن بنو. لك يا ابني، هي مانا صغيرة حتى تخاف عليها هيك. خلص خليها تدبر راسها لحالها. هي البنت مسكينة بابا، وبنت ضيعة، يعني ما بتعرف أي شي هون. شو أعمل، اتركها لحالها؟ هي غشيمة. أنا قلت اللي لازم أقوله. أنا رح أدفع. تفضل عن هديك الطاولة. الحساب لو سمحت. الحساب اندفع أستاذ. كيف اندفع؟ البنت اللي كانت معك دفعت الحساب وراحت. راحت؟ إيه.
تطلعي لهون لي؟ بابا مشان الله تركي. امشي ولي لعنك شو حيواني. بابا لا تصرخي. قومي بابا. قومي بابا. قومي ولا تفضحينا. إليف والله العظيم لا تكون نهايتك على إيدي. ما في يعمل شيء إليف. امشي. حضرة الضابط. انت اجبن من انك تضغط على زينادي يا كمال افندي. لا تجري تلعب باعصابي يا حضره الضابط. أنا كيف وصلت لهذا المكان؟ شو رح أعمل لحالي هون؟ خوفتني. جابوا الملف. واضح كتير إنها ملتزمة. طلعت دارسة بالثانوية الشرعية لك. مثل ما بيقولوا العرق دساس، هاي طينتها منزوعة. أنا قلت لرنا هذا الحكي، قلت لها خميرتك معفنة. مو هاي الورقة نتيجة امتحانات لقبول الجامعة؟ هاي جامعة إسطنبول المركزية الأولى. يعني جامعة رنا. يا ربي دخيلك. وليش هيك قلقانة يا أنجي خانو؟ هاي الفرصة إجت لعنا. عن أي فرصة عم تحكي يا قدرك؟ الأم وبنتها رح يكونوا بنفس الجامعة. إي بس أنت شكلك عم تنسي النقطة الأهم. هن رح يواجهوا بعض. يعني بالأول نحن اللي تدخلنا بالأحداث، وهلأ إجا الدور على رنا حتى تدير ظهرها لبنتها هاي المرة. إيه؟ شو مناويين تجوا نتعشى يعني؟ يلا جايين حبيبتي جايين. ماشي ناطرتكن. لو سمحت فيني أحكي تليفون من عندك؟ إيه طبعاً تفضل احكي. الو نورهان؟ ايه انا اليف.
لك وينك يا بنت؟ أنا باسطنبول بعرف، بس الضيعة قايمة قاعدة بسببك هلا. طيب كيف أمي؟ أخذوا أمك على المستشفى إليف. كيف؟ وكيف هلا؟ هنن ضربوها كتير، صار معها انهيار عصبي قوي. يكسر إيديهم. إليف، سمعت إنه عمو كمان راح اسطنبول. لا تعندي ورجعي معه فورا، هالشغلة نهايتها وخيمة كتير. إليف، إليف عم تسمعي؟ نوران، بدي أطلب منك شغلة. روحي لعند أمي وخبريها أني بخير. والرجال اللي بعتتني لعندهم ما اهتم فيني أبدا، بس قليلا لا تقلق لأنه فيني دبر حالي. أنا هلأ صرت بتقسيم بمنطقة اسمها جلتا، وهي الفترة رح أضل بالفندق. شو أنت عقلك طار فندق شو؟ إليف رجعي. ما عم تفهمي نورهان؟ ما عاد فيني أرجع على الضيعة. كبري عقلك شوي، أنت هيك عم تحفري قبرك بإيدك. إليف، إليف، ألو، 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 ألو نورهان، ألو. فصل كأنه هذا أوتوماتيك، كل 3 دقايق بيفصل. رجعي اتصلي. لا ما في داعي، خلصت حكي. قديش الحساب؟ خلص بعدين تدفعي، أنا رح ضيفة على حسابي. لا بدي أدفع هلأ. الدقيقة بألف ليرة، حطيهم بالعلبة. أختي لا تفهميني غلط، بس أنا سمعت حديثك. إذا في عندك مشكلة فأنا جاهز لحتى ساعدك بشو ما بدك. لا لا أنا ما عندي مشكلة بنوم. لا تخجلي مني أبدا، إذا اعتزتي أي شيء طلبي مني وأنا جاهز. جاهز لك على 24 يا أحلى ضيعة. الصبح رجعت على اسطنبول وانسرقت سيارتي بالطريق. لا لا مو مشان هيك، في موضوع تاني. أنا عم دور على بنت اسمها إليف كورال. قرايبتك؟ لا، فيك تقول إنها معرفة. طلع لها جامعة باسطنبول وما لها حدا هون، حابب إني ساعدها. أنت شو عم تعمل آه؟ إذا لقيت اسمها بسجلات الفنادق خبرني. طيب أنا رح خبر كل الشباب من هلأ فوراً يهتموا بالموضوع، وأول ما يلاقوها رح ردلها خبر. شكراً كتير هشام، أنا انتقلت لهون بس نفضى من التي. ماشي على عيني، تصبح على خير، انتبه على حالك. يعني أنت ناوي تجيب لنا الجلطة أنا وأبوك يا عزيز؟ أنت ليش راكبك شيطان هاي البنت يعني؟ ما تخلي أبوك يعرف شو عم تعمل هلأ. ها؟ إجا توقع أنه يكون كتير معصب، أوعك أنك تفتح سيرة هديك البنت أبداً. سايره شوي. أهلين نزار، يعطيك العافية. وينو عزيز؟ بغرفته هلأ. هوهو، وأخيراً شرف صاحب الأخلاق النبيلة. شو صار؟ قدرت تريح ضميرك يا نور عيني؟ هاي البنت الضياعجية صارت بأيدي أميني هلأ؟ طيب كنت تشتري لها بيت أو استأجر لها شي غرفة على الأقل، وإذا ما قدرت خليك قاعد لحارس. لو طلبت مني هيك شي أنا كنت قدمت لها يا بابا، بس هالبنت عندها كبرياء وما بتطلب شي، عزت نفسها ما سمحت لها أدفع لها كاسة شاي. شو عم يحكي هاد جلنار؟ عم يدافع عن بنت لسا مبارح تعرف عليها. اسمع، أنت اليوم بهدلتنا بما فيه الكفاية ولازم تحط حد لهالمهزلة بقى. أبوك معه حق عزيز، فجأة تركت الفطور وطلعت لعند هديك البنت، وقدرت بيك كتير معصب بسببك، بهدلنا وشوي تاني كان رح يقلعنا. قال شوي تاني ورح يقلعنا؟ قولي قلعنا نظامي ولا تخجلي. منيح بيكون فهم علي. ليش شو بده يفهم؟ إنه أنا وسهام مختلفين كتير، يعني ما منتفق مع بعض. عزيز، 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 من وين طلعت لنا بهالشغلة؟ هذا الحكي له زمان وأنا فكرت منيح، نحن ما لنا مناسبين لبعض، وهذا الزواج رح يظلمنا اتنيناتنا. ما عندي مشاعر تجاهها. الله يلطف فينا. ليكون انت اللي خطفت البنت من عرس عزيز؟ خليت ضياعجية تخربط لك عقلك؟ لا بقى أمي، قصتي مع إليف شي ومع سهام شي تاني. أنا سمعت يلي لازم أسمعه منك. أنت من بكرة بتحمل درب طريقك وبتروح عند سهام وبتحددوا موعد الخطبة، وما بدي اعتراض، مفهوم؟ وشو بدك مني إلك هلأ؟ أمرك سيدي؟
عزيز. لهلا عم بتعامل مع حكيك على انه مسخرة، إذا بدك اقبض هذا الكلام رح يصير شي ما بيرضيك. رح استوعبك، عقلك مخربط، ومقدر كنت بعيد عنك، ومقدر انك لساتك صغير، بس لحد هون وقف عندك. انت مضطر انك تحب سهام، عم تفهم علي؟ مضطر انك تحبها، انا ما رح اقول لك انك تموت عليها، بس انت لازم تحبها غصبا عنك. انت لا تكون مفكرني اني تزوجت امك عن قصة حب. لا، لانه العسكري ما بيتصرف بمشاعره ابدا، هو بيتصرف بعقله مشان يعمل الشيء الصح، فهمان؟ بيتصرف بعقله. انت بدك تحسب حساب لكل شيء، لكل شيء. ولما تعمل خطوة بدك تحسبها لعشر سنين، وحتى لعشرين سنة وأكثر إذا بدك. ولازم تعرف إنه الإنسان اللي بدها تشاركك حياتك فيها توقف جنبك بكل الظروف، وإنه هي رح تكون صمام الأمان تبعك. ولازم تفهم منيح شو ممكن يعطيك هذا الزواج، وشو ممكن ياخذ منك إذا غلطت. والرجال اللي ما بيحسب حساب لا رح يصير عسكري ولا رح يصير لأي شيء. لا تواخذوني يا جماعة، بس مضطرة إنه أحكي اللي شفته قدامي. ما حسيت إنه عزيز شخص مناسب. طيب أنتي ليش عم تحكي هيك حبيبتي رنا؟ يعني نحن مستحيل نتقبل وجود مثل هيك بنت بحياته. ما شفتي كيف طلع ولحقها فوراً؟ هلأ أنا غلطانة شي أخي؟ لا، ولاففت لي راسها بحجاب. مستغربة كيف إجت لعند البيت وهي لابسة هالأواعي اللي مبهدلة بدون ما تخجل من حالها، وطبعاً واضح من عطيها وش. بس هنن قالوا إنه مو عزيز اللي جايب هاي البنت، حسب ما فهمت كل شي صار بالصدفة. إذا هيك فهو كتير قلبه طيب، بس أخي ما قصر معهم وحط لهم حد. عزيز لساته شاب ولساته تجربته على قدها. صحيح هو تصرفاته زادت عن حدها شوي، بس رنا رح تخلي هالبنت تعرف قيمتها وتوقفها عند حدها، مو هيك؟ شو قصدك بهالحكي؟ على حد علمي إنه هاي البنت بدها تدرس بالجامعة عندك، رح تدرس طب بشري. شي حلو؟ رح تدرس بالجامعة وهي بهذا اللبس؟ يا خسارة، جيتها من الضيعة طلعت على الفاضي. لو سمحت هذا المكتب تبعكو؟ ايه اخي هذا المكتب. يسلم شنطيتي لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ شوف هالصورة، شايف هالبنت؟ لا ماني شايفها. امبارح اجيت، اذا سألت الباصات تبع امبارح بيعرفوا؟ سأل الباصات يلي بالموقف. يسلموا. معلش حط شنطيتي هون وارجع اخذها. سمحت شفت البنت يلي بالصورة قبل هالمرة؟ ما شفناها. نعتذر منك يا أخي. أهلا وسهلا. معلم شفت هاي البنت شي؟ والله ما شفتها. شكرا. أنت شفتها؟ هي إجت من أيدن. لا أخي ما شفتها أبدا. فيك تسأل لقدام، هنيك في شركات على أيدن. طيب شكرا. أهلين ابني، هاي البنت إجت معكم شي من أيدن باري؟ أي والله، هاي اللي كانت بدلت العرس. صح، هربت يوم عرسها. هلا اذا هيك انت غلطان، هذا زوجها كان معه وبالعلامه هو كان ضابط، وحتى عساكر ركبوا معه بالباص. شو قلت؟ معها ضابط؟ هو زوجها؟ حطوهن هون. نحن حطينا السياره بالموقف سيدي، تأمرنا بشي تاني؟ لا، فيكن تروحوا. عن إذنك. خلينا نفحصهم، لازم نعرف إذا اللي سرقوهن أخدين شي من هدول الأغراض. أساساً ما في غير تياب بهالشنطة. إذا هيك منطلع الوسخ منهم. شو هاد؟ ولا شي. طيب لكان رح اغسل هدول.
يجب أن تكون مكشوفة الرأس والعنق بحيث نستطيع التعرف على الشخصية، ويجب ألا تكون الصورة التقطت قديماً. يا ترى كيف فيني روح من هون على جامعة اسطنبول المركزية؟ الطريق لهنيك كتير معقد. في معي سيارة، إذا بدك بوصلك. ما رح تعرفي الطريق، خليني أنا وصلك. أنا حكيت عن موعد الخطبة مع أهلي وقالوا لي مثل ما بدنا. برأيي إنه 20 الشهر منيح، أصلاً كل شي صار جاهز، حتى فستاني رح يخلص ونقيت بطاقات الدعوة. أنت شوفهم مشان نطبعهم قبل بوقت. يا بنت تعالي لهون. إليف بابا. إليف بعدو لا بعدو. إليف رح خليك تندم. خلوني أمره يا ابني، بعد عن طريقي. أنا فرشي ما رح أسكر. لا تخلوا حدا يطلع لبرا. بعد عني، لا تربي يا بنت.